اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم من خلال شاشه القناه الاولى من تلفزيون دوله الكويت، وهذه الحلقه الجديده من برنامج اجنده ثقافيه. مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا نسعى لتسليط الضوء على مختلف الفعاليات والانشطه والبرامج التي تثري المشهد الثقافي في الكويت. خلكم معنا. نادي إبداع ثقافي تكون قبل 3 سنوات وانطلق بدورات عدة وورش ثقافية في الكتابة، في الرواية، في القصة، في الفنون كالرسم والرسم التقليدي ورسم الكاريكاتير وأيضا الرسوم المعاصرة، أيضا فنون الخط وكذلك في العروض السينمائية. ثم تخصصنا في إقامة ملتقيات تقع ضمن أنشطة النادي، وهي ملتقى الرواية، ملتقى القصة، ملتقى الكيان الإنساني، وملتقى السينما، وكذلك ملتقى الأنشطة الحرة. أنشئ النادي لاستقطاب المواهب الشبابية واكتشافها، وكذلك تنمية تلك المواهب والقدرات، وأيضا لإقامة ما يحقق الفائدة للشباب من خلال أنشطة تحقق أو تسعى لأن تكون مغايرة، كأنشطة كانت سباقة في مجالها كمحترف الكتابة السردية والذي تولى أديب الكويت أستاذ إسماعيل فهد إسماعيل والأديب عبد الرحمن حلاق. كان المحترف تجربة فريدة من نوعها وجديدة، وهي محترف للكتابة مدة 8 أشهر. يأتي الشباب محاولين أن وضع بذرات أفكارهم، ثم ينطلقون في لقاءات أسبوعية وأحيانا دورية بشكل ما، وبعد 8 أشهر يكونوا قد كتبوا رواية متكاملة. وهذا ما حدث فعلا، حيث اختتمت الدورة التي أقيمت على امتداد 8 أشهر ب5 روايات و40 منضمن إليها. السلام عليكم. عبد الله سليمان، مسؤول نشاط القصة القصيرة في نادي إبداع الثقافي. نشاط القصة القصيرة في نادي إبداع الثقافي هو نشاط شهري يستهدف الشباب من الأعمار 12 إلى 40 سنة تقريبا، والهدف هو مناقشة الأعمال القصصية العربية المحلية والعالمية. الهدف الرئيسي لهذا النشاط هو وضع واختيار نماذج من القصة القصيرة في العالم وتحليلها. وفي النهاية نأمل أن تكون كل المشاركين فرصة لتطوير أدواتهم النقدية وتطوير ذائقتهم في قراءة الأعمال القصصية القصيرة. وأعتقد أن النقاشات شارع بعد آخر تكون ثرية جدا، ونجد أن الشخص مثلا أنه يعمل لتفسير قصة قصيرة من زاوية واحدة، نجده في الفترة لاحقة يتكلم يحللها من أكثر من زاوية. فأعتقد أن هذا نجاح يحسب لنشاط القصة القصيرة في نادي إبداع الثقافي. Thank you.
تمت مشاركتي بعدين سمعت في النادي وأنشطته وحبيت أن أستفيد من النادي، وفعلا كانت الاستفادة كبيرة من النادي ومن فعاليات المتعددة للنادي في خلال 3 سنوات الماضية تقريبا. كان العديد تطورت مهاراتي، سواء كانت في مهارات القراءة أو مهارات التحليل للقصص أو للروايات، وهذا أعطاني زيادة في الاطلاع وقراءة الفكرة العميقة سواء كانت في الرواية أو في القصة في الأنشطة عموما. شاركنا في فعاليات خارجية ممثلين للنادي إبداع في مهرجان القاهرة الأدبي الأول في فبراير 2015، ومهرجان أصيلة في أغسطس 2015 الثقافي، وكان لنا مشاركة في إلغاء أمسية قصصية في مهرجان القاهرة، وكذلك المشاركة في فعاليات مهرجان أصيلة الثقافي. الانضمام لنا للنادي والمتابعة الفعاليات سواء كان في فعالية القصة أو ملتقى القصة أو ملتقى الرواية أعطوني فائدة كبيرة في الكتابة وأيضا حتى القراءة، يعني استفدنا حتى ماذا أقرأ وكيف أقرأ في الروايات أو للقصص، وطبعا تطوير مهارات هذا يؤدي إلى تطوير مهارات الكتابة عموما. وبشذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، على من لقى فيكم من جديد في حلقات جديدة من برنامج أجندة ثقافية. إلى ذلك الحين لكم منا كل التحية ومع السلامة.